مرحبا بكم جميعا في هذه الندوة، الندوات مركز الحوار العربي المستمرة منذ عام 2018 على الأونلاين، التي البعض يعني بدأ يلمس أهميتها من خلال هذا التواصل الدوري الأسبوعي بين العديد من الناشطين والناشطات طبعا، ومن الأشخاص العرب المهمين إن كانوا في المنطقة العربية أو إن كانوا في أوروبا أو في الولايات المتحدة أو في كندا. هذا التفاعل عم توقف عنده في الحقيقة، لأنه يعني نحن الآن عشية الذكرى 28 لتأسيس مركز الحوار العربي الذي تأسس في 18 ديسمبر عام 94. كانت معظم هذه الندوات تتم في منطقة واشنطن فقط، يعني وحضورها يكون فقط من منطقة واشنطن، وحتى المتحدثين هم فقط من زوار واشنطن أو من المقيمين في واشنطن. الآن كما نرى تجربة بدأ مركز الحوار قبل حتى موضوع كوفيد 19 وكورونا، يعني بدأناه عام 2018 قبل تأسيس زوم، حتى كنا نفعل هذه الندوات على تطبيق يسمى ويبكس. هذا تطبيق كان يستخدم وما زال يعني في الجامعات الأمريكية وغيرها، لكن لأول مرة كان منذ عام 2018 يحدث من خلال تجربة مركز الحوار هذا التواصل الدوري الأسبوعي بين من هم يعني عرب في المهجر وعرب في المنطقة العربية. وجدنا بعد كورونا أنه بدأ الجميع يطبق هذه المسألة على أشكال مختلفة، خاصة بتوفر تطبيق زوم وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. لكن عم بقول هذا الشيء لأنه فعلا يعني أسبوع بعد أسبوع نلمس أهمية أن يكون هذا التفاعل حاصل بين من هم مقيمين في المنطقة العربية ومن هم خارجها، لأنه هذا التفاعل هو الذي يعبر في الحقيقة عن ما هو المشترك بيننا جميعا، وهو هذه الهوية العربية والاهتمام بالقضايا العربية وتأثير ذلك على ما هو موجود في دول خاصة الغرب من تحسين أفضل لدور العرب في هذه الدول، كما هو الحال الأمل ونرجو دائما أن يزداد في داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي لها يعني الدور النصيب الأكبر في مجريات وتطورات العالم ككل. يعني وهو موضوع ندوتنا اليوم ما له علاقة يعني بين المتغيرات الدولية التي تحدث والتي لا نعرف بعد كيفية اتجاهها أو نهايتها، وأيضا ما بين الانتخابات الأمريكية التي كان العالم كله يتابعها لأسباب عديدة طبعا، ولكن للأمرين يعني للمتغيرات الدولية ولهذه الانتخابات التي حدثت بدون شك تأثيرات على قضايا وأزمات في قائمة في منطقة الشرق الأوسط عموما. عم أقول الشرق الأوسط لأن بما في ذلك نتحدث عن إيران، عن تركيا، عن إسرائيل، وليس فقط المسائل المتعلقة في الدول العربية والمنطقة العربية. وأنا يسعدني جدا أن يكون معنا اليوم بعد حوالي 21 سنة الأستاذ نبيل فهمي، كان في واشنطن كما يعرف معظمكم سفيرا مصر لعدة سنوات، كان سفير من عام 1999 ل 2008. خلال وجوده في مسؤولية يعني السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية كان طبعا هناك ندوات عديدة استضاف فيها مركز الحوار السيد السفير آنذاك طبعا يعني الأستاذ نبيل فهمي، وكانت نقاشات حيوية وهم تحدث في هذه الدائرة الضيقة في منطقة واشنطن. الآن هذه الدائرة الواسعة اللي شاملة لعدد من الدول العربية إضافة إلى أمريكا وكندا، موجود معنا الأستاذ نبيل فهمي الذي هو أيضا كان وزيرا للخارجية في مصر فترة تحديدا 2013 إلى حين يونيو حزيران 2014، كان ذلك أيام على ما أعتقد الرئيس المؤقت لمصر عدلي منصور، وهو يعني مقيم الآن في القاهرة وطبعا يتنقل بأماكن عديدة ويحاضر في أماكن عديدة، و أسس كلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة وتولى مسؤوليتها طبعا أو كعميدة لها من آب أغسطس 2009 إلى آب الماضي، يعني حوالي تقريبا 13 سنة، ولكنه الآن يعني مقيم في القاهرة ويقيم عدد من يعني الأنشطة والكتب، بعضها صدر وبعضها الآن قيد الإصدار. أنا سعيد جدا بوجودك معنا أستاذ نبيل فهمي، و الجميع يذكر وأشير إليها فقط كإشارة أنه الأستاذ نبيل فهمي هو ابن إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري الذي استقال خلال زيارة السادات لإسرائيل والمفاوضات التي كانت تتم مع يعني إسرائيل وكامب ديفيد عام 79، وسجل ذلك مسألة يعني قومية مهمة للكثيرين من العرب أن يكون الأستاذ نبيل فهمي هو ابن
الأستاذ رحمه الله إسماعيل فهمي، بما يعني ذلك من ارتباط كبير لأهمية مصر بقضايا المنطقة العربية وتحديدا في القضية الفلسطينية. كلمة لك أستاذ نبيل، ومن ثم بعد ما نسمع منها حيكون هناك أيضا حوالي يعني ساعة أو ثلث ربع ساعة نقاش مع الأخوة والأخوات المشاركين معنا في هذه الندوة. تفضل. شكرا، بشكرك على الدعوة الكريمة وعلى هذا المقدمة الخيئة اللي جملتني فيها كثيرا، وسعيد أن أكون معكم مرة أخرى في المركز. اهتميت بعمله منذ أول مرة تحدثت فيه، وذلك لما دعيتني مرة أخرى لم أتردد إطلاقا، بل تحمست في الاستجابة. وبشكر الحضور الكريم، هو متنوع مش بس وطنيا إنما أيضا في أماكن تواجده. أنا هحاول أتكلم بإيجاز لأن الموضوع موضوع كبير والمدة المتاحة مش طويلة، في نفس الوقت عشان أدي فرصة لأي أسئلة ما بعد ذلك، ولا تخجلوا إطلاقا على توجيه أي سؤال قد أكون لم أعطيه القدر الكافي من التفصيل أو لم أتطرق إليه، فيساعدني استكمال ما أقدمه في إطار الأسئلة والإجابات. بإيجاز شديد، النظام الدولي بأكمله ومن ثم النظام الإقليمي أيضا يتعرضان لما يسمى عاصفة مكتملة. عاصفة مكتملة لأن أسس النظام الدولي القطبية مهزوزة، والمنظومة الأساسية كانت تنظم النظام الدولي بمعنى توازن قوة واحترام مناطق نفوذ أيضا تم الإخلال بها والمساس بها. في هذا السياق لم يعد النظام مستقرا، وبعدما تحدثنا عن انهياء الحرب الباردة والنظر إلى الأقطاب الجديدة بمعنى الصين على حساب روسيا، أصبحنا الآن نتحدث مرة أخرى عن حرب باردة مع روسيا وحرب باردة مع الصين وغير ذلك مما فيها التعددية ذاتها. إذا نظرنا إلى الوضع الشخصي حتى قبل ذلك، عشان بس أكون واضح في ملاحظاتي، في رأيي أنا الشخصي أن النظام الدولي لم يكن حتى قبل أحداث اليوكرين لم يكن يعكس الوضع السياسي الدولي، ولا من حيث أين هي القوة، ولا من حيث ما هو معنى القوة، ولا من حيث ال المقبول في القرن 21 في توقيت ندعي فيه أننا تحضرنا اجتماعيا وفلسفيا، ولم تعد المعايير القديمة اللي هي أسست بعد الحرب العالمية الثانية تستوفي الشروط المطلوبة لتحقيق نظام دولي مستقر و يتماشى مع وجود أكثر من 190 دولة مشتركة فيها على حساب الماضي كانوا قطبين ودول عدم حيز. فهذا هو الأساس، المنظومة نفسها كلها مهزوزة. لو خدنا الشرق الأوسط بالتحديد، الشرق الأوسط زمان كان يعرف على أنه العالم العربي وآخرون، والآخرون أساساً إيران وإسرائيل، وبين الحين والآخر تخش في المعادلة التركية. هذا هو كان التكوين الأساسي، والتوازن القوة كان مرتبط بقدرات عسكرية ذاتية، مرتبط باستقرار مؤسسات الدولة، ومرتبط بقوة وثراء اقتصادي. وفي هذا السياق كله كان هناك طموح عربي واحترام عربي وانتماء عربي شديد
يرفع راية الهوية العربية في كثير من المحافل، ولا أقصد بذلك فقط الهوية العربية الثقافية، أنا أقصد الهوية العربية بمعنى السياسي. هذا أيضا تغير ليه اعتبارات هقولها بكل صراحة وكل إيجاز. أولا العالم العربي أخطأ وأصبح عنده ثلاث عناصر فيها قصور. أولا الاعتماد المبالغ فيه على الغير جعل هناك قصور في إمكانيات الأمن القومي العربية مقارنة بالدول غير العربية في الشرق الأوسط، بمعنى بالتحديد إسرائيل وإيران، والمعادلة الأخيرة تدخل فيها أيضا تركيا. رغم أنه تركيا وإسرائيل، تركيا عضو حلف ناتو وإسرائيل لها علاقات قوية مع الولايات المتحدة، إنما كلاهما طور قدراته الذاتية في مجال الأمن القومي بشكل يتجاوز كثيرا القدرات العربية. الشيء الآخر هو ما أسميه لأن لا أجد تعريف علمي آخر، الرفض الجيني، الرفض العربي الجيني للتغيير التدريجي. العالم العربي ظل طويلا يتبنى فكرة الثوابت والدوام، في حين أن الشيء الوحيد اللي مؤكد أن التغيير التدريجي مستمر لاعتبارات كثيرة منها اعتبارات بيولوجية. إذن الشيء الوحيد الحتمي أن هناك تغيير تدريجي بيحصل، لما بنلاقي أنه في رفض لهذا التغيير التدريجي، عدم استيعاب له، بنواجه صدمات واهتزازات في المنظومة، وده اللي شفناه الفترة اللي فاتت. فإذن أنا اللي بشير إليه الفترة اللي فاتت لا أحمل تلك الفترة الأحداث التي وصلنا إليها، إنما نقول بكل صراحة إنها حدثت لرفضنا التغيير التدريجي. الشيء الثالث عدم استعداد العرب تقليديا للمستقبل. دائما نتحدث عن الماضي، دائما نتحدث عن أزمتنا اليومية الآنية، إنما إيه هي الأجندة المستقبلية؟ حقيقة لا يتحدث عنها الكثير في العالم العربي، ولذا نجد أنفسنا دائما في موقف رد الفعل لما يسمى مؤامرات الآخرون، في حين أنها بكل صراحة قد يكون فيها عنصر المؤامرة، إنما هي بكل صراحة رؤية مستقبلية وطموحات لأطراف أخرى قد نتفق معها أو نختلف معها. وفي إطار القصور الثلاث تغير موقع أو توازن القوة في العالم العربي. وأنا أديكم مثال بسيط جدا، أنا لازلت مؤمن أن أقوى قضية إقليمية في الشرق الأوسط، بمعنى أقوى قضية تستطيع تجذب أطراف من المغرب العربي إلى المشرق إلى الجنوب، هي ضفة الصينية. وإن كان الأضواء لم يسلط عليها بقدر الكافي، إنما إذا خدنا القضية قضايا المشتعلة، الوضع في ليبيا، المكلف بالتعامل معها أطراف غير عربية، المبادرة الأممية والحركة النشطة فيما عدا يعني على شكل الفردي، حركة نشطة من أطراف غير عربية. إذا نظرنا إلى القضية الفلسطينية سنجد أنه مين المكلف بالتعامل معها؟ مبعوث نرويجي يمثل الأمم المتحدة، في حين ما فيش طرح عربي قوي تجاه إما توصل إلى حل، وأنا لا أجد أن هناك فرصة توصل إلى حل الوقت الحالي، أو إلى إبراز والتمسك بتسليط أضواء على الحق الفلسطيني الذي لن يزول. وهناك أخطاء فلسطينية، إنما السبب الرئيسي والثاني والثالث في
فشل عملية السلام العربية الإسرائيلية هي إسرائيل، عشان نكون واضحين، ولا الحكومة الإسرائيلية الحالية ولا اللي قبليها ولا كل حكومات نتنياهو كانوا على استعداد للتوصل إلى حل ما يسمى حل دولتين. حتى حكومة رابين من التسعينات شهدت توسع استيطاني كبير جدا، فمسألة تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل عملية السلام الحقيقة أنا أرى أن هذا فيه يعني هي شيء بعيد عن الحق، وإن كان أرجو من الفلسطينيين أن ينشطوا في طرح قضاياهم حتى لا ترفع من مائدة الاهتمام. المشرق، وضع السوري، وضع السوري إخوة الروس لما يحبوا يكلموا مع حد على سوريا يكلموا مع إيران وتركيا، جيبوش عرب. وضع في العراق، وكل وضع مختلف عن التاني، إنما النهاردة تركيا تدعي أن لها حقوق في العراق، وإيران من ناحية أخرى تحاول تمارس دور سياسة خشنة داخل العراق. في الفترة الأخيرة أصبح هناك اهتمام عربي متنامي بوضع في العراق، وأنا بأيد ذلك، إنما لسنين طويلة تركنا هذا لغير العرب. لو رحنا للخليج، التوتر الأساسي في الخليج العربي بين الدول الخليجية أو بعضها وإيران، وإيران بدون شك تمارس سياسة خشنة في الشرق الأوسط، وفلسفتها الأساسية إن تتنازع بعيداً عن حدودها تأميناً لإيران، تتنازع بعيداً عن حدودها بشكل مباشر أو غير مباشر. إنما لما حصل توترات بين الغرب وإيران أو بين إسرائيل وإيران، ولجأت إيران أو الحوثيين في اليمن بتوجيه أو باستهداف بعض المواقع السعودية والإماراتية، إيه اللي حصل أمريكي؟ ولا حاجة. لم يكن هناك رد فعل أمريكي إلا لما قتل مهندس أو مقاول أمريكي في معسكر بالعراق، فكان هناك رد فعل من وقتها كان أظن إدارة ترامب، إنما ولا اللي قبل ترامب ولا اللي بعد ترامب أخذوا أي موقف عندما تم استهداف مواقع داخل الإمارات المتحدة ومواقع بترولية في السعودية. بقول الكلام ده ليه؟ هناك خلل، وخلل ارتبط بالثلاث قصور التي أشرت إليها في البداية، اللي أدى إلى اختلاف في توازن القوة في المنطقة. لو أضفنا إلى ذلك أن هناك عولمة للأسواق وأقلمة للنزاعات، بمعنى كلما أمكن النظام الاقتصادي الدولي سيظل يحمي ويشجع أن يكون هناك أسواق مفتوحة دون قيود شديدة بين منطقة وأخرى، وهذا ما نتحدث عنه دائما، علما بأن المنظومة الاقتصادية الدولية المبنية على بريتون وودز والمؤسسة على الدولار هي منظومة في صالح الغرب 1000%. مش معنى هذا إن هناك تآمر ضد العرب، إنما المجتمع الدولي كله بما فيها الاتحاد السوفيتي سابقا والصين ما بعد ذلك قابلوا بهذه المنظومة، ونحن أطراف في هذه المنظومة. ولا زالت في رأيي وسيظل المنظومة الاقتصادية الحاكمة مفتوحة لقدر ما. هناك شكوك الآن في ضوء العقوبات المتكررة من الجانب الأمريكي تجاه روسيا والصين وبعض الآخر. هناك أحاديث عن
التغيير إلى سلة عملات، التغيير إلى عملة مختلفة، التغيير إلى الدفع العيني وليس الدفع النقدي. هناك حديث عن مناطق اقتصادية مختلفة، ما يسمى بمنطقة يوريجيا من ناحية، هناك مؤسسة شنغهاي من ناحية، وكان أعتقد امبارح كان بوتين في مؤتمر اقتصادي في كازاخستان لو أنا مش غلطان يعني. ده فضلا عن أنه بالأمس بالتحديد كان المملكة العربية السعودية تستضيف الرئيس الصيني وثلاث لقاءات عربية مع رئيس الصيني، لقاء ثنائي بطبيعة الحال، لقاء مع ما يسمى مجلس التعاون الخليجي ولقاء مجلس التعاون الخليجي وآخره. وهو نفس اللي حصل مع الرئيس بايدن ما قبل ذلك. وكل ما ذكر لما أعلن عن هذه القمة تمت الإشارة إلى أنه الغرض هنا يعني توجيه رسالة سلبية أخرى للرئيس الأمريكي، وفي رأيي هذا تسطيح للأمور بدون شك. هناك كانت هناك توترات أمريكية مع عدد من الأطراف العربية بما فيها السعودية بما فيها مصر بما فيها الإمارات بالتحديد، وحصل تخطي بعض تلك المشاكل أو تهدئة بعض تلك المشاكل، ولا زال هناك مزيد من الجهد يحتاج للعمل. إنما في رأيي أنا ولا الإمارات ولا مصر ولا السعودية بتاخد قراراتها فقط من منطلق إيه اللي بيزعل أمريكا ولا إيه اللي بيزعلش أمريكا، وأصبحنا لا نفعل ذلك حقيقة. دروس مستفادة من العلاقة مع أمريكا ومن نصائح أمريكا نفسها. والمقصود هنا الآتي: وقع الأمر الأمريكي بايدن وقبلي أوباما، يعني بايدن وقبلي أوباما وفستيهم ترامب، بايدن وأوباما، بايدن قال أنا هتجه أسيوي، أوباما لما جه المنطقة قال أنا أول رئيس أمريكي يجي المنطقة دون أن يكون هناك محارب أمريكي في اشتباكات حية. وأنا تحدثت مع مسؤولين أمريكيين كثيرين داخل السلطة وقتها داخل الإدارة، قالوا لي أي حد يفتكر إحنا هنقعد هنحارب له يبقى فاهم الموضوع غلط. إحنا هنساعد الأصدقاء ضد التهديدات الوجودية، إنما لا ندخل في معارك مباشرة إلا إذا كانت شيء جوهري ويؤثر على مصالحنا. إذن كان من الطبيعي، أو أضيف إلى ذلك، الأمريكان نفسهم قبل حرب اليوكرين إن اعتمادهم على الطاقة الشرق الأوسطية قال. طب إذا كان اعتمادهم على الطاقة قال، وقبل اليوكرين ما كانش في حرب بارد، كانت انتهت الحرب البارد، طيب أنتوا كنتم مهتمين بالشرق الأوسط لسببين: الحرب الباردة السوفيت واحتياجاتكم للطاقة. لما أنتوا تكلموا على أن ولا ده مهم ولا ده متاح ولا ده حاليا قائم ولا ده، من الطبيعي أننا هبص ناحية تانية. طيب مش هعتمد عليك لأنك أنت نفسك بتعلم أن الوضع تغير. فإذا في رأيي أنه النظر أسيوية لم يكن فقط نظرة من بايدن، آسف، من أوباما أو من بايدن، إنما هو أيضا نظرة عربية. واللي شفناه في القمة الأخيرة في السعودية خطوة إيجابية سليمة في هذا الاتجاه،
انما عشان كلامي ما يتفهمش غلط. هذا كلام انا قلته وانا وزير خارجيه لوزير خارجيه روسيا، قلت وزير خارجيه الصين، وقلت الامريكان عيني عينك. اي حد يعتمد على الغير اكتر من لازم يبقى مخطئ، حتى لو صديق، لكي اضمن افضل الخيارات لوطني لابد يكون عندي 30% اعتماد ذاتي في اي موضوع. يعني المكونات الوطنيه لابد، الوطنيه لابد تكون تغطي 30% من اي قضيه، كانت قضيه اجتماعيه، قضيه امنيه، قضيه اقتصاديه، لازم في الحساب المعادله بتاعتي 30% يكون وطني. ثم 30% الثانيه تكون معادله اقليميه. ليه معادله اقليميه؟ لان في النهايه قضايا الحرب والسلام هي قضايا الجوار، مع كل حبي وتقديري لدول بعيدة عني، إنما في النهاية إذا كنا بنتكلم على مشاكل وجودية في الشرق الأوسط، فاللي هيشاركني فيها إيجابية أو سلبية هتكون الدول المجاورة، ويجب أن أنا أتعامل معها إيجابيا وسلبيا إقليميا أيضا. ولذلك مع أنا لا أدعو إطلاقاً للعودة لما يسمى القومية العربية بشكل قديم، إنما لا شك أنا شايف إنه هناك حاجة لمزيد من التعاون الإقليمي، اعتبرت منطقية منها هذا العنصر. لما أنا 30% وطن و 30% إقليم، يبقى فاضل 30% تانيين علاقات الدولية. العلاقات الدولية كانت أمريكية، صينية، روسية، يابانية، أيا كان، يبقى أنا ضامن لنفسي هامش حركة إيجابي أستطيع أن أبرز وأؤثر فيه في حدود 60%، وبكمل عليه علاقات الخارجية الأخرى. إذا عملنا العكس مستحيل ننجح. هديكم مثال بسيط وبعدين ما طولش واختم كلامي. لو خدنا حرب اكتوبر ثم عملية سلام بعديها على طول، فارحمه رئيس السادات لما قرر يحارب في 73 مع الله يرحمه رئيس الاسد، اخذ القرار رغم انف الامريكان والروس والسوفيات، ولا السوفيات عايزين نحارب ولا الامريكان بطبيعه الحال. بل اكثر من ذلك، انور السادات بعت المستشار الامن القومي المصري حافظ إسماعيل الله يرحمه إلى كيسنجر في باريس وفي نيويورك في 73 و72، وقال له ساعدنا أنا عايز أتفاوض، ساعدنا نتفاوض. كيسنجر ما معناه؟ قال له أنا مشغول، أقدرش أساعدك لما تساعد نفسك. مشغول بمعنى الديتانت مع السوفيات. الروس حاول يقنعه السادات، ممكن علاقته بيه مش طيبه، حاول يقنعه انه ما يحاربش، قرر يحارب، وطرد الروس قبل السوفيات، انا اسف، طردهم من مصر خبره قبل الحرب. ومع هذا لما بدات الحرب استمروا في توفير السلاح. ليه؟ عشان لقوا انه في محرك في المنطقه بيؤثر في المنطقه، بيغير في السياحة السياسية في المنطقة، ولا نريد أن يهزم السلاح السوفيتي. وحختتم بكلمة بكلمتين. بعد القصة دي كلها، أنور السادات بعت وزير خارجيته برحمه إسماعيل فهمي والدي لريتشارد نيكسون، أول زيارة له كوزير خارجيته بعد الحرب على طول، وراح قابله في البيت الأبيض. أول لما نيكسون قابله، نيكسون قال لوزير الخارجية المصري إيه اللي أنتوا عملتوه ده؟ أنتوا غيرتوا الوضع السياسي بالكامل، مش بس في الحرب، كمان في طردكم للسوفيات.
ودي خطوات استراتيجية مهمة جدا بالنسبة لنا. انتوا اصبحتوا طرف فاعل في منطقتنا، في منطقتكم اسف. You are now a strategic player. مش بس كده، بعد ما خلص المقابلة الرئيس الامريكي خرج من الاوفل اوفيس لغاية سيارة وزير خارجية مصر، وصلوا لغاية هناك. ليه؟ نحط مجاملات على جنب، لأنه أصبح النهاردة الطرف العربي المصري في هذه الحالة بيغير شكل منطقته. فأمريكا لابد يكون شريك وطرف مع هذا الطرف. بمعنى لو أنت عايز تبقى مؤثر، الأمريكان والروس والصين وأوروبا وسمي زي ما تسمي هيهتموا بيك، يتجاوب معك في بعض الأحيان، يبوش بعض الأحيان، إنما هيهتموا بيك. لو أنت تبقى مكمل لسياساتهم حتما هيبقى اهتمام بيك بيقل كثيرا، وحتى مضمون وشكل هذا الاتهام يتغير. ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لابد أن يستفيق الطرف العربي ويبادر بالحراك السياسي والدبلوماسي، ترك الأمور للغير حتما ليس في صالح العرب. الاعتماد على الغير ليس في صالح العرب. نقطة أخيرة أتتم بها عشان أعرف طلب مني ذلك، تناول بعض القضايا الإقليمية. أولا ما يسمى بالانتخابات النصفية الأمريكية. الانتخابات الأمريكية لا يدخل فيها العنصر السياسي الخارجي بأي نسبة كبيرة على الإطلاق. ومع هذا قدرة الإدارة على الإدارة السياساتية مع كونغرس منقسم أو له الأغلبية فيه يختلف بطبيعة الحياة. المعدلات الأمريكية تعني أنه الإدارة الواحدة، آسف، الحزب الواحد يحظى بالأغلبية دورة دورتين ثلاثة، يعني أقصاها 8 سنين اللي هي ولايتين رئاسيتين ويحصل تغيير. فأي طرف أجنبي يراهن على حزب مقابل حزب بيخطئ حتما، لأنه العلاقات بين الدول العلاقات بطبيعتها استراتيجية بحيث الوقت، ومعدلات تغيير حزب أو انتخابات ليست معدلات يجب التركيز عليها. هل معنى هذا أن ما فيش فرق بين الجمهوري والديمقراطي؟ هناك فرق بين اللي احنا بنعمله مش بين هم اللي بيعملوه. النهاردة بصينا للحزب الديمقراطي، سياسيا يميلوا حاليا أكثر من الحزب الجمهوري تجاه حل القضايا الإنسانية في المنطقة، وبالتحديد القضية الفلسطينية. لما هل معنى هذا أن الحزب الديمقراطي هيقف ياخد موقف حماية الفلسطين؟ لا. لو نظرنا إلى قضايا أخرى، هل هناك حزب ديمقراطي أو جمهور هيؤيد حماية شمال أفريقيا أو الخليج العربي بقوات أمريكية على المستوى القريب؟ لا، ولا ده عايز ولا ده. فأنا في رأيي إنه مع بعض التفاصيل الإدارة هي اللي بتلعب لعبة الكونغرس بيساعدني ويساعدنيش أكتر من الكونغرس هو اللي بيتحكم في الإدارة من حيث الشؤون الخارجية. ومن ثم في الخلاصة إحنا بنعمل إيه بنفسنا وأنفسنا قبل أن إيه اللي مطلوب من الآخرون. وآخر ملاحظة دي بوليت بوينتس محدودة جدا، ما فيش حد في أمريكا مهتم بوضع في ليبيا إلا نقطة واحدة،
عدم توسع نفوذ الروسي. غير ذلك مش حد في أمريكا مهتم. لما العنصر الروسي أصبح مستجد في ذهنهم، ما فيش حد في أمريكا عايز ينشغل أكثر من هذا في الملف السوري. لما ينسحبوا من الملف السوري لاعتبارات خاصة بالبترول، اعتبارات خاصة بالأمن الإقليمي في هذه المنطقة، مش حد في أمريكا جاد في التعامل مع قضية فلسطينية ديمقراطي أو جمهوري، ولا حد في إسرائيل. إذن لا أرى أنه إدارة بايدن أو غير بايدن ستؤثر في ذلك. إنما أرى، ولو ممكن أكمل على كده على إيران والخليج إلى آخره، إنما عشان ما طولش أكتر من كده، اللي هيحدد، اللي هيؤثر بشكل أكثر فعلي على توجهات الحزب الجمهوري أو الديمقراطي في الشرق الأوسط على مدى 20 سنة اللي جاية تحركنا نحن، مش تحرك الأمريكان. لو فضلنا على الركود اللي احنا فيه هتجد أن تأثيرنا في ذلك أقل، والصوت العالي هيكون لتركيا وإسرائيل وإيران، عالي إيجابين وسلبين. لو إحنا تحركنا هتجد أنه الأمريكان مهتمين بأن يكونوا مع الطرف الفاعل، مع الطرف المؤثر، مع الطرف المنتصر، وستجد مزيد من الاحترام تجاه العالم العربي. أنا طولت، أنا عارف، إنما معلش مصنع عنوان والموضوع طويل، فأقف على كده وأنا تحت أمرك في أسئلة. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل. فهم واضح مما سمعنا من أستاذ نبيل المراهني على تغيير الواقع الحال العربي من خلال الحديث عن أهمية أن يكون هناك عملية. أنا ما براهنش، أنا متطالب بس. نعم نعم عفوا، لكن همني إذا ما عندك مانع أقول نقاط سريعة بالما ناخد بعض الآراء، خاصة ودي نسمع من الأستاذة آسيا عطروس وهي صحفية في سريط الصباح التونسية، والأستاذ عدنان برجي من لبنان، والدكتور حسن نافع من القاهرة، وعدد من الآخرين، وانضم لنا أيضا الأستاذ مسعود معلوف السفير اللبناني السابق في كندا وأماكن أخرى. فبهمني فعلا ناخدها رأيهم بما سمعناه الآن الأستاذ نبيل، لكن همني إذا يعني أمكن أن أقول هالنقاط السريعة. يعني الأستاذ نبيل تحدث عن ما هو يتعلق في صورة واقع الحال العربي الآن، يعني وجذوره لسنوات ماضية. مش عارف إذا كان يتفق معي أيضا أنه الأساس بهذا الانهيار، إذا كان التعبير دقيق، أو التراجع العربي ونمو الأدوار الإقليمية الإسرائيلية والتركية والإيرانية، كله مرتبط بسبب ما هو ما حدث في مصر، مرتبط بكامب ديفيد، مرتبط بالمعاهدة مع إسرائيل. لأنه لولا هذه المعاهدات مع إسرائيل التي بدأت من مصر ومن كامب ديفيد، لما حصلت المعاهدة مع الأردن، لما حصلت أساسا اتفاقية أوسلو، لما حصل ربما حتى تداعيات عديدة من ضمن غزو صدام حسين للكويت والانهيار الذي حدث بعده في المنطقة ككل، وثم ما نرى يحدث في السنوات الماضية. يعني أستاذ نبيل يعرف تماما أنه مثلا في ليبيا وفي السودان ما في دور إيراني، في ليبيا وفي السودان نجد كمان انهيارات تحدث. الأزمة بين الجزائر والمغرب على قضية الصحراء ليس لها علاقة بصراعات حتى هذه الإقليمية، لها علاقة في ربما شأن إقليمي محلي بين الجزائر والمغرب. لا، فأعتقد يعني يمكن إذا واحد فينا بده يأخذ خلاصات من كلام الأستاذ نبيل، أنه صحيح هناك ضرورة وأهمية للتعاون العربي الفعال أكثر، ووجود مشروع عربي يقابل هالمشاريع الإقليمية والتدخل الأجنبي، أنه نأخذ في عين الاعتبار أنه المنطقة موضوعة في 20 سنة الماضية أستاذ نبيل تحت عنوان التدوير والتقسيم. يعني أنت أشرت وكان وصف جميل جدا، أزمات المنطقة كلها الآن في حالة التدوير لها، يعني مشروع التدوير ما منفصل عن مشروع التقسيم. وجدنا بالسودان حدث التقسيم ب 2010، وجدنا العراق مهدد بالتقسيم، لبنان، سوريا، ليبيا، اليمن. فبتقديري عن يعني المنطقة عم تتعامل مع مشروعين خطيرين جدا، فيهم طبعا أطراف إقليمية، ولكن الأساس هو هذا المشروع مسؤولي ربما بشكل أساس عنه الولايات المتحدة من وقت 11 سبتمبر 2001 تسير الأمور في المنطقة باتجاه تدوير وتقسيم كل أزماتها وبلدانها. الآن هل يمكن الخروج من هذه الحالة بدون
دور مصري أفعل وأكبر. يعني أنا أنظر إلى المنطقة كأنها سيارة محركة، هو مصر، قد يقود هذه السيارة شخص آخر غير مصر بهذا المعنى، لكن المحرك هو مصر. فهل بحالة التي هي عليه مصر الآن وحالة أزمة الديمقراطية في عموم المنطقة العربية، هل يمكن فعلا تحقيق ما ينشد ويراه من ضرورة الأستاذ نبيل؟ لا أعرف، لكن بهمني أسمع أيضا آراء من المشاركين معنا، إذا ما عنده مانع الأستاذ نبيل ناخذ هذه الآراء، ولا تريد تعلق قبل ما لا أنت لا، تقول؟ ناخد 4 5 أوكي ملاحظات أوكي وبعدين نعلق وبعدين أوكي نكمل مرة أخرى. طيب أوكي أستاذ آسيا، لو تفتح الميكروفون عندك ونسمع من عندك إذا عندك سؤال أو تعليق، وبعدين ننتقل للأستاذ عدنان برجي في لبنان، دكتور حسن نافع في القاهرة. شكرا. أولا أود أن أهن الأستاذ صبحي غندور على ذكرى تأسيس المركز، شكرا. وأتمنى لكم جميعا مزيد التوفيق في خدمة هذه القضايا الحقيقة المنسية. الشكر موصول مع الوزير السابق، والحقيقة أكثر من ملاحظة، هو إحنا اليوم يعني في مشهد عربي لا نحسد عليه من حيث القتامة ومن حيث تعدد الأزمات ومن حيث الصراعات، وتقريبا الدم الوحيد الذي نراه ينزف في كل منطقة هو الدم العربي، من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى ليبيا. وأنه اليوم مصيبة المواطن العربي هو في تأمين رغيف العيش وفي تأمين يعني علبة الحليب مع الأسف، وفي البحث عن المسائل هذه تقريبا المعيشية اليومية. يعني الحديث عن المستقبل تقريبا غائب، لا عند القيادات السياسية ولا عند الأنظمة والحكومات، ولكن يعني الاهتمام الشعوب اليوم مرتبط وكأنه أريد لها ألا ما ترفع رأسها عن حاجتها اليومية من الرغيف ومن الماء والدواء، الذي بات تقريبا معناتها من العملة الصعبة في دولنا، اللي تعاني أزمات مضاعفة معناتها بعد الكوفيد وبعد متداعيات الحرب هذه. أنا ما لا أتفق معه مع الوزير، وأرجو أن يصحح معلوماتي، أنه اليوم ليس هناك اهتمام أمريكي بما يحدث في المنطقة. يعني تقريبا عندما نتحدث عن ليبيا والجوار الليبي، تقريبا مر على ليبيا 7 أو 8 مبعوثين دوليين، وأغلبهم يعني بدون الضوء الأخضر الأمريكي لا مجال لأن يتولوا هذا المنصب، وكلهم غادروا دون أن يحققوا القليل أو الكثير. يعني ليبيا اليوم مقسمة، أحببنا أو كرهنا، حكومتين يعني، وتنافس وصراع كبير في بلد يسبح على ثروات من الغاز والنفط ومن حتى من الثروات الطبيعية اللي هي أعجوبة لو كانت متوفرة أي بلد آخر. نفس الشيء بالنسبة لسوريا، يعني يقول الوجود العسكري الحالي في سوريا وهذا التنافس الإيراني الروسي الأمريكي التركي على المنطقة وهذا الإصرار على هذا النزيف. عند اليوم تقريبا بشكل يومي هناك خروقات للأجواء السورية، ولكن هذا أيضا لم يعد يحرك أي ساكن، ولم نعد نسمع حتى أي موقف. يعني طبعنا مع هذه الخروقات وطبعنا مع هذه المسائل. اليوم وأنت مع الوزير تحدثت عن قمة الرياض، وهي قمة ثلاثية عربية خليجية، عربية صينية، خليجية صينية وسعودية صينية، هذا توجه نحو الصين اللي أعتقد أنه على أهميته لن يخرج منطقتنا من أزماتها. اليوم ما هي الخيارات المتاحة في عالم تقريبا احنا نتفق على انه منقسم بين عالمين؟ هناك عالم دول مقتدرة في نعيمها تسبح وهي غير معنية بما يحدث في الجزء الآخر من العالم، وهناك دول تقريبا وهي الأغلبية تسبح في الفقر وفي الخصاصة وفي كل ما هو معناتها يجعلها مقيدة الى حاضرها اليومي، ومعناتها تقريبا اسقاط كل ما يتعلق بالمستقبل من حساباتها. اليوم المعادلة صعبة وصعبة جدا بين أنظمة وحكومات تبحث عن شرعياتها وعن استمراريتها والانتخابات مهما كانت يعني نتائجها، وشعوب وأوطان هي تضيع معناتها على كل مستويات، يعني من حيث السيادة، من حيث التربية، من حيث التعليم، من حيث الاقتصاد. يعني احنا في حالة سقوط مستمر، كيف يمكن إيقاف على الأقل فرملة هذا السقوط؟ هذا السؤال مهم جدا يا أستاذة آسيا، وشكرا جزيلا لك على هذه النقاط وعلى ما أشرت إليه بالنسبة لتأسيس مركز الحوار.
شكرا استاذ آسي عطروش من تونس، وننتقل للاستاذ عدنان برجي في لبنان. اذا ممكن نفتح الميكروفون عندك استاذ عدنان. مساء الخير. مساء الخير، اهلا. يعني تحيه بدايه لمركز الحوار العربي بذكرى التاسيس على الدور الفاعل والتفاعل الذي تميز فيه ومستمر فيه في ظل امكانيات بدرك تماما انها امكانيات يعني قليله جدا. فتحيه لكل القائمين على المركز وبمقدمته الاستاذ صبحي. شكر ايضا موصول للدكتور نبيل فهمي معالي الوزير السابق على ما تقدم به من نقاط هامه ومعاصره وبنفس الوقت تطرح قضايا على صعيد المستقبل. اتفق مع الدكتور فهمي بانه الركود العربي يشجع على الادوار الاقليميه ويزيد من قوتها في حين بنفس الوقت يؤثر في مزيد من الضعف العربي. واتفق معه بانه لا احد يهتم بمن لا يمنح ولا يمنع. فاذا كان العرب ما قادرين يمنحوا شيء للوضع الاقليمي والدولي ولا يمنعوا شيء، اكيد ما حدا راح يهتم فيهم رغم كل المتغيرات الدوليه التي حصلت وتحصل. لكن يعني لفتني موقف الدكتور فهمي بأنه لا يريد العودة إلى القومية العربية، رغم أن القومية العربية في الستينيات والسبعينيات وحتى في حرب تشرين كانت هي السبب في القوة العربية وفي احترام الأمريكي للعرب والاحترام الرئيس الأمريكي لوزير خارجية مصر المرحوم الدكتور إسماعيل فهمي. يعني ما هو البديل عن القومية العربية ولماذا لا يريد العودة إلى القومية العربية؟ كيف يمكن تحقيق القوة العربية بدون وحدة عربية ليست على أساس انصهاري أو اندماجي، نوع من أنواع التضامن والتعاون العربي والتكامل العربي؟ كيف يمكن أنه ننهض ونحن بعيدين عن التضامن الاجتماعي أو العدالة الاجتماعية؟ كيف يمكن أن ننهض ونحن يعني بعيدون عن الاستقلال القومي، عن الأمن القومي الذي تحدث عنه الدكتور فهمي بأنه لو كان في أمن قومي يعني ما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة. حتى بالحلول العربية يعني أذكر أنه الدكتور الرئيس جمال عبد الناصر حينما قامت أزمة بين العراق والكويت بدر إلى حل عربي في عام 1961 ومنع الخلافات الكويتية العراقية آنذاك ومنع التدخل الأجنبي. بالتالي حتى في الوحدة مع سوريا عام 58 من أحد أسباب الوحدة كان هو الدفاع عن سوريا في وجه الأطماع التركية. لماذا يعني القومية العربية مستبعدة برأي الدكتور فهمي؟ وشكرا. شكرا جزيلا لك استاذ عدنان برجي من لبنان، مدير المركز الوطني للدراسات في لبنان. ننتقل الان الى القاهره مع الدكتور حسن نافع، الاستاذ في كليه الاقتصاد في جامعه القاهره. استاذ دكتور حسن، تفضل لو سمحت. شكرا جزيلا دكتور صبحي. بعد يعني التهنئه بمناسبه تاسيس المركز، وبعد توجيه التحيه لسعاده السفير اللي يعني استمتعنا بمداخلته القيمه. مش عايز أطول، أنا ليا ملاحظتين. الملاحظة الأولى حول النظام الدولي نفسه وحركته، والملاحظة الثانية حول النظام الإقليمي العربي وكيف يعمل، وحنتهي بيمكن توجيه سؤال أو شيء من هذا القبيل. فيما يتعلق بالنظام الدولي، الواقع أنه يعني التغييرات اللي بتحصل في النظام الدولي هي نتيجة لتغييرات بتحدث ذاتيا عند القوى الكبرى. يعني الصين مثلا بتنمو من 40 سنة بمعدلات هائلة، فيعني هذه قدرة الصين على إنها تشكل نظام حكم قادر على إحداث التنمية بهذه المعدلات هو الذي يعني جعل من الصين اليوم لاعب أساسي يتنافس على صدارة النظام الدولي. روسيا الاتحادية مثلا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
استطاعت أن تعيد بناء نفسها، وبالتالي هي ما كان يمكن أن تقبله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا تستطيع أن تقبله اليوم، وبالتالي يمكن أن تتحدى على صعيد النظام الدولي. الهند بتصعد، جنوب أفريقيا بتصعد إلى آخره. فحركة هذه القوة وقدرة هذه القوة على أن تبني نفسها ذاتيا هي اللي بتعمل التغيير الحادث في النظام الدولي. وبالتالي المشكلة بقى لما ناخد هذا الكلام ونطبقه عندنا في النظام الإقليمي العربي، أنه الدولة الوطنية نفسها في أزمة. يعني إحنا مشكلتنا في العالم العربي مش مشكلة أن القومية العربية فشلت، مشكلة أن ما عندناش أنظمة حكم في حقيقة الأمر في أي دولة من الدول العربية قادرة على أنها تعمل صيغة لنظام حكم متسق مع شعبه، قادر على يعني القيادة عملية تنمية حقيقية وذاتية إلى آخره. وبالتالي الكارثة التي يواجهها العالم العربي الآن سببها الأساسي والرئيسي هو فشل أنظمة الحكم العربية في واقع الأمر في بناء، يعني مش القومية العربية هي المسؤولة ولا تبني القضية الفلسطينية هو المسؤول، إنما في واقع الأمر في دول لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ومع ذلك انهارت، يعني أو بسبب فشل أنظمة الحكم في إيجاد صيغة تمكنها من إحداث التنمية وتمكنها من الانطلاق. وده بقى اللي بيخليني يعني أنتقل للنقطة اللي أنا عايز أسأل فيها. يعني سعادة السفير نبيل فهمي قال لنا يعني إحنا عندنا دلوقتي مشكلتين، مشكلة أنه القضية التي كان العالم العربي يتفق على أنها قضية قومية وكانت تساعده على يعني التلاحم إلى حد ما تفككت. يعني حتى النهاردة المبادرة السعودية خرج النظام العربي عليها، وما سمي باتفاق يعني المبادرة السعودية في منطقة بتقول أن الدول العربية مستعدة ل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل إذا انسحبت إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة وأقامت دولة فلسطينية في حدود 67. ومع ذلك يعني الدول العربية الأخرى خرقت هذه الاتفاقية بالذهاب إلى التطبيع مع إسرائيل قبل أن يتحقق شرط الانسحاب. فما تفسيرك لهذه المشكلة؟ وهل يعني هل يمكن للعالم العربي أن يتفق على أي صيغة تكاملية حتى لو كانت مختلفة عن الفكر القديم للقومية العربية؟ هل هناك أمل للنظام العربي أن يعني يعود مرة أخرى دون أن يلتف حول القضية الفلسطينية أو تكون له رؤية حول القضية الفلسطينية وكيف يتعامل مع مشكلة التطبيع حاليا؟ القضية الأخرى إذا يعني حبينا نشوف صيغة لتكامل عربي لوحدة عربية، بلاش نسميها وحدة عربية، يعني يبقى فيه على الأقل حد أدنى من الرؤية العربية للحركة الإقليمية والدولية حول أي مشروع. يعني ما هي ملامح المشروع العربي الذي تطرحه أو الذي يمكن أن يطرح الآن في ظل كل المشكلات الحاضرة اليوم؟ أنا شايف أنه للأسف الشديد أنه في غياب كامل للمشروع العربي، الجامعة العربية تقريباً في حالة موت سريري، وبالتالي لا تستطيع أن تكون هي القاطرة للتكامل العربي. فأي صيغة أخرى يقترحها يعني الأستاذ نبيل بخبرته يعني وزير خارجية سابق وكسفير لنا في الولايات المتحدة، ما هو الممكن عربيا الآن في ظل الوضع العربي الحالي؟ وأسف للإطالة دكتور. شكرا لك دكتور حسن. هل ممكن أجاوب؟ أو طبعا عندي بعد مجموعة، لكن تفضل الآن ونرجع نكمل سريعا عشان ندي كل فرصة. أولا عشان في بعض الإجابات يعني بعض الأسئلة الإجابة عليها متداخلة، ف حبرز نقاط معينة. المشكلة العربية الرئيسية
على مدى 70 سنة الماضية وأكثر، تفكك العقد الاجتماعي العربي بين الحكومات والشعوب، ومن ثم العلاقة الإيجابية الشفافية المحاسبة إلى آخره حصل فيها اهتزاز. ده اللي أدى إلى أحداث 67، ده اللي أدى إلى ما بعد ذلك. يعني القومية العربية، أنا أنتقد أحيانا أو كثيرا إني عروبي الهوى، بل كتبت 4 مقالات قبل القمة العربية عن الوضع العربي. فزملاء، أنت لسه بتكتب على العالم العربي؟ نعم، لأن أرى أنه ما يجمعنا أكثر بكثير جدا مما نختلف عليه إذا نظرنا واقعيا ماديا وسياسيا واجتماعيا، ما يجمعنا أكثر كثير جدا مما نختلف عليه. إنما فكرة أن إحنا هنعمل قومية عربية بالمعنى القديم، عالم عربي واحد، مش في المستقبل القريب، ده إذا تم يعني ده شبه حلم في الوقت الحالي. لازم نقرب الشعوب العربية من بعضها ثم نحاول نبني على هذا. والأسلوب في ذلك في رأيي ليس في فرض قرارات معينة على الحكومات العربية أو الدول العربية يا تؤيدها أو تتركها وتنعزل. عشان أبقى واضح برضو، أنا لست من مؤيدي مقاطعة الدول العربية، أختلف مع الدول العربية معينة، أتفق معها إن أنا أقاطعها ليه. فعشان أبقى واضح، المشكلة الأساسية في العالم العربي بدرجات مختلفة إن العقد الاجتماعي الذي أسس بعد الاستقلال أو التحرير بدأ ينهار، دخلت في قضايا وشوائب كثيرة. حتما أثرت سلبيا على السياسات الوطنية اللي هي بدأت مع الاستقلال والتحرير، وده اللي أدى إلى كما ذكرت الانفصال العربي. اختلف مع الأستاذ مع صبحي بسيطة، بدون شك إنه توقيع اتفاق السلام المصري الإسرائيلي خلى المعادلة الإسرائيلية العربية مختلفة، ولا أوازن الحقيقة، لا أساوي بين ما أشرت إليه وما سأقول أنا الآن. إنما في رأيي أول خطأ حصل إنه بعد حرب 73 على طول مع أول مؤتمر جنيف بعد الحرب، سوريا رفضت تحضر المؤتمر. يا جماعة احنا حاربنا مع بعض، تعالوا المؤتمر وحنتحاور قبل وبعد وأثناء. إنما لو هي نبتدي من أولها كده إن إما أنا فيها أو خارجها، انت هنا بتقطع أواصل العلاقة وبتحترمش إنه قد يكون أنا ليه أولويات مختلفة عن أولويات غير. مشكلة العرب مش في الاتفاق، مشكلة العرب في الاختلاف. العرب ما يعرفوش يختلفوا من بعضهم إزاي، فهي دي المشكلة. كان في كتاب كتبه وزير خارجية إسرائيلي سابق، وأظن كان رئيس وزراء أيضا، موسى شارات، كاتب في مذكراته يا جماعة ما فيش أي داعي نحارب العرب، نتركهم فيهم ما يكفيهم هيحاربوا بعضهم. كاتب كده في كتابه إنه مش عارفين يتفقوا مع بعضهم داخليا وإقليميا، ما فيش داعي إحنا نقعد نحارب فيهم، هم مشاكلهم كده هتغلب عليهم. فأنا بكرر مرة أخرى، نوسع نقاط الاتفاق إنما نحترم نقاط الاختلاف، لا نحاول نصل إلى التطابق. يعني أنا في رأيي كل خطاب عربي يطلع من قبل أو ينتظر أن يتم
لرئيس عربي يطلع عندك خطاب تاريخي وخطاب شامل وكان مش ممكن كل حاجة كده. خلينا واقعي. طيب ايه اللي بيجمعنا؟ الواقع العربي الحالي صعب انه يجمعنا، انما في رأي ومحاولة وضع خطة عربية شاملة للمستقبل حاليا صعب، انما انا مش عايز خطة عربية، انا عايز 20 خطة عربية، عايز كل طرف عربي يتكلم عن الحالي والمستقبل ونشوف فيما بيننا ايه التوافق بين الحاجات دي وايه مجالات التعاون في هذا المجال وايه اللي نتركه مرحليا. هنجد انه بنملى مساحة متروكة حاليا لغير العرب، وهنجد انه ما يجمعنا اكثر بكثير جدا مما نختلف عليه. وانا متفق تماما مع مقوله انه العمل العربي المشترك مش كافي، ده اللي خلينا اقول انه ليبيا، سوريا، عمليه السلام، الوضع في العراق وفي الخليج، كل المبعوثين غير العرب. حاجه اخيره، انا لم اقل اطلاقا ان امريكا مش مهتمه بالمنطقه اطلاقا، امريكا دوله عالميه لن تنسحب من اي منطقه في العالم، إنما لن تمارس كما مارست في الماضي. يعني يجب أن نكون واضحين في هذا الكلام. النقطة القضية الفلسطينية، أنا مرة رحت الله يرحمه أبو عمار، ده كان يا ربي لو أنا مش غلطان حديث دار بيني وبينه 2004 2003 2004 ف بيتكلم فبيقول لي انا عندي مؤتمر اسلامي مؤتمر عالم الحياز. فانا كنت اعرف الله يرحمه الرئيس ابو عمار من سنين طويله من وقت الوالد الله يرحمه، فضحكت قال لي بتضحك على ايه؟ بموده قلت له يعني مع كل احترام انت شاغل نفسك بكل المؤتمرات دي؟ قال لي لو ما شغلتش نفسي بيها الناس هتنسانا، ولازم أطرح قضيتي أنا أطرح، مش أتوقع منكم أنتوا أو غيركم تطرحوها، ولما أنا أطرحها أنا ضامن تأييد مصر وغيره وغيره وغيره. بدي مثال دليل إنه ده الواقع الحقيقي كده، كل دولنا بتنشغل في أمورها. ومهما ذكرت ستنشغل عن قضية قومية عامة إلا إذا ظلت هذه القضية مطروحة. إنما كما أشرت في الأول وما شاهدناه في قطر أخيرا يؤكد ذلك، في رأيي أنا القضية الفلسطينية هي أكثر قضية لها طابع إقليمي في العالم العربي. والدليل على هذا إن الفريق المغربي لما فاز الجمهور بتاعه طلع علم فلسطيني. فإنما هل معنى هذا إن هنقعد نقول والله فلسطين على العين والرأس وقضية هتتحل؟ لا، وقضية مش هتتحل اعتمادا على الأمريكان ولا على الروس ولا على الصين، هتتحل اعتمادا على ما نستطيع نحن كعرب نقلي إلى هؤلاء تأكيدا على أهمية هذه القضية. أخيرا أنا مش بحاول أهرب من السؤال، إنما نحن لسنا في مرحلة طرح حلول. العالم هذا العقد بالتحديد عقد مرحلي، قلت في البداية نحن بنواجه عاصفة مكتملة، فإحنا حاليا علينا أن احنا نزرع البذور اللي احنا عايزين ننتجه ونرعاها، إنما من السابق لأوان أن نقول والله أنا حامل مزرعة كذا ولا مزرعة كذا. نطرح أفكار، نطرح خططنا للمستقبل ونجتهد فيه، إنما هل هناك في الوقت الحالي واقعيا plan of action واضحة؟ بصراحة ما أقدرش أقول لك إنه في شيء يقبل عربيا بشكل واسع أو لا يقبل أو يقبل دوليا بشكل واسع. ومع هذا لا أشك على الإطلاق لو قلنا العالم ولو الجامعة العربية كمؤسسة
طلبت من العالم العربي من دول عربية تقديم رؤاها للعلاقات العربية العربية على 25 سنة اللي جاي، اقتصاديا اجتماعيا سياسيا أمنيا إلى آخره، العلاقات فيما بينها وبين الدول اللي جوا على 25 سنة اللي جاي، العلاقات بين مواطني الدول العربية وأوطانها احتراما وحفاظا على الهوية الوطنية والدولة الوطنية، هنجد إنه ما يجمعنا أكثر كثير جدا. وهناك أساس للعمل، وأنا طلبت الجامعة العربية بذلك، إنما حتى الآن لم نشهد تحرر حقيقي. نأخذ أسئلة ثانية؟ نعم طبعا. شكرا لك أستاذ نبيل. خليني أتابع مجموعة من أيضا الأسئلة والتعليقات. بدي أتمنى على الأستاذ مسعود معلوف السفير اللبناني السابق بكندا وعدة أمكن أيضا إذا عنده سؤال أو تعليق إنه نسمع منه، بعدين دكتور وجيه مندو من واشنطن، والأستاذ نعمان أبو عيسى من أيوة، الأستاذ بسمك حيل من لبنان، والأستاذ وليد كراني من تكساس. تفضل يا أستاذ مسعود. أولا تحية لمعالي الوزير دكتور فهمي، تحية لجميع المشاركات والمشاركين في هذه الندوة الخاصة والهامة جدا، وتحية لك أستاذ صبحي، وتهنئة على ذكرى تأسيس مركز الحوار، وقد كان لي شرف مرافقة نشاطاتك كلها منذ قبل تأسيس مركز الحوار، يعني أيام مجلة الحوار، وأنا أهنئك على مثابرتك والاستمرار مدة أكثر من 30 سنة في هذا النشاط العربي الهام. بالنسبة إلى الموضوع، أود أن أعتذر عن وصولي متأخرا، وأنت أخ صبحي تعرف سبب ذلك، ومن هذا المنطلق لم أتمكن من سماع مداخلة معالي الوزير بكاملها، ولكن وصلت في أواخرها وسمعت ما قاله الوزير أن على الدول العربية نفسها أن هي تتحرك وأن تقول كلمتها. أنا شخصيا لا أعتقد أن الانتخابات تغير كثيرا في مواقف الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط. كنا منزعجين كثيرا نحن كعرب أكثريتنا طبعا من مواقف الرئيس السابق ترامب، وسررنا وكثير منا ومعظمنا صوت للرئيس بايدن، وسررنا كثيرا عندما فاز في الانتخابات، وعندما بدأ يغير من سياسة الرئيس السابق ترامب تجاه القضية الفلسطينية. ولكن اعترافه بحل الدولتين لم يرافقه أي تحرك على الأرض بعد سنتين من وصوله إلى الرئاسة. ونذكر جيدا كيف أنه في شهر تموز يوليو الماضي عند وصوله إلى إسرائيل وقبل انتقاله من إسرائيل إلى السعودية للمشاركة في المؤتمر الذي كان يجري هنالك، عند هبوطه من الطائرة في الأراضي الإسرائيلية، أول جملة نطق بها كانت: ليس أنت لست بحاجة أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، وأنا صهيوني. وكأنه يتزاحم مع الرئيس السابق ترامب ليكسب أصوات اليهود الأمريكيين. هذا هو واقع السياسة الأمريكية، سواء إن كان من هذا الحزب أو من ذاك. ولكن علينا نحن كعرب مقيمين هنا في الولايات المتحدة أن نتحرك قبل الانتخابات وليس بعدها، وحتى وإن كنا مختلفين كدول مع بعضنا البعض، ولكل دولة منا أهداف وأمور وأولويات أخرى، كل جالية عربية تستطيع، لأننا نحن بمطلق الأحوال كعرب على اختلافاتنا متفقون على قضية فلسطين. حتى الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل لم تفرط بالحقوق الفلسطينية، وتطالب بأن تحصل فلسطين أو الفلسطينيون على حقوقهم. هذا أمر واقع. من هذا المنطلق نستطيع نحن كجالية عربية على اختلاف مواقفنا أن نتوحد أقلا تجاه القضية الفلسطينية قبل الانتخابات، ونختار بعض المرشحين وندعمهم
مالياً، لأن المال هنا هو الذي يتكلم بالنسبة إلى الانتخابات. لا يكفي بعد أن تصدر الانتخابات أن نذهب كجمعيات عربية أمريكية ونتصور مع هذا النائب أو ذاك ونقول أننا أصدقاء معه، ذلك لن يغير شيئا. علينا أن نتحرك قبل الانتخابات ونطلب منهم أمورا معينة تجاه القضية الفلسطينية، وأن ندعم هذا المرشح أو ذاك إذا وجدنا لديه رغبة في حل في المساعدة في تأييد القضية الفلسطينية، عندئذ ربما بعد ذلك ومع الوقت نستطيع أن نرى نتيجة في مواقف الإدارة الأمريكية بعد كل انتخابات. هذا ما أود أن أقوله وأكرر لك تهنئتي أخ صبحي على كل نشاطاتك، وشكرا جزيلا معالي الوزير على كل ما تفضلتم به من إيضاحات. شكرا للجميع. أخ صبحي، أنا انتهيت من حديثي. أنا كنت أتحدث يا أستاذ مسعود وأشكرك، والمقفل عندي الميكروفون. بارك الله فيك، وشكرا على ما دائما تقوم فيه من أفكار عملية دائما ترتبط بوضع العرب في الولايات المتحدة، من خلال أساسا إقامة الأستاذ مسعود في الولايات المتحدة في واشنطن. ننتقل الآن إلى الدكتور وجيه مندو أيضا في واشنطن، وعندي أسماء أربعة أخرى: الأستاذ نعمان أبو عيسى من أيوا، الأستاذ أباس من بيروت، الأستاذ وليد من تكساس، الأستاذ جورج من واشنطن. أرجو من الجميع أن يتحدثوا بحوالي ماكسيموم دقيقتين لنترك مجال للأستاذ نبيل فهمي للتعليق الختامي في هذه الندوة. تفضل دكتور وجيه وبعدين الأستاذ نعمان بأيوا. شكرا أخ صبحي وشكرا للأستاذ نبيل فهمي. أنا موافق تماماً لما طرحه الأستاذ نبيل وما ذكره المتحدثون الآخرين الأكارم. منذ سنين طويلة والعالم العربي يتأرجح يميناً وشمالاً، هبوطاً وصعوداً، حسب الوضع الدولي وحسب من ينجح في الانتخابات في أمريكا أو إسرائيل أو غيرها. كنت أود لو يوماً واحداً فقط أن يتكلم العرب فيما بينهم وبينما يوحدهم ويقويهم بعيداً وبغض النظر عن الآخرين. دورة المونديال الحالية في قطر أظهرت وحدة الشعوب العربية وعدم اهتمامهم بمن يحكمهم أو ما هي حدودهم، حدود بلادهم السياسية، وكانت القضية الفلسطينية محور يوحدهم، ونبذ إسرائيل كان يجمعهم. الوحدة العربية التكاملية ممكنة وبسهولة، وممكن أن نشكل قوة اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة بالرغم من العوامل الدولية وما يحصل فيها من تحولات سياسية وانتخابية وغيرها. إصلاح الخلل وتغيير الوضع الراهن أنا في نظري يبدأ أولاً من عندنا وليس من عند غيرنا، وشكراً. شكرا لك دكتور وجيه مندو من واشنطن. ننتقل للاستاذ نعمان ابو عيسى من ولايه ايوا. تفضل يا استاذ نعمان. شكرا لسعاده الوزير وشكرا لصبحي على تسجيل هذه المحاضره، لانه من المهم ان نعيد الاستماع اليها. سعاده السفير الوزير، ذكرت الحل هو باعتماد الدول العربية 30% على الدور الإقليمي، 30% على الدور القطري، و30% على الدور الإقليمي. أنا أجد في ذلك حلاً يعني كبير جداً لمشاكلنا إذا كنا مقتنعين بهذا الحل. كيف نوصل الوعي العربي الشعبي والحكومي لمثل هذا الوعي لنصل إلى نتيجة ملموسة؟ وشكراً. شكرا لك أستاذ نعمان. وننتقل إلى تكساس الأستاذ وليد كيلاني بعدين أستاذ جورس. افتح الميكروفون عندك أستاذ وليد. شكرا أخ صبحي وشكرا للدكتور نبيل على شرحه أيضا، وشكرا للمداخلات، وكل عام وأنتم بخير أخ صبحي بالنسبة لمركز تأسيس مركز. شكرا لك. أود أن أقول، الوقت ضيق بس بدي أقول شيء مثل، ورحم الله الدكتور كلوبيس مقصود.
عندما كان في اجتماع قبل إخراج صدام من الكويت إلى آخره، قال كلوفيس نعم يجب أن يخرج صدام من الكويت ولكن أن يخرجوه العرب، وإذا لم يخرجوه العرب سيدفعوا جميعا الثمن. لما ما ردوش عليه، هو كان سفير الجامعة العربية، لما ما ردوش عليه على الكلام هذا فهو راح واستقال، وهذا هو وضعنا. متى يعني؟ هي مش قضية واحدة ولا شيء، نحس إنه إلنا مصير واحد إحنا عندما نجتمع مع بعض، وأشياء ما يجمعنا إحنا كعرب أكثر مما يجمع الاتحاد الأوروبي. وشكرا. شكرا لك يا أستاذ وليد كيلاني من تكساس، ونختم هذه التعليقات مع الأستاذ جورجس بواشنطن. تفضل أستاذ جورجس. الحقيقة الواحد سعيد جدا أنه يشوف سيادة السفير مرة تانية، وحشنا المدة الطويلة دي. الحقيقة في نقطتين. النقطة الأولانية، شعرنا كده أن حضرتك بتهمش دور تركيا في الشرق الأوسط. إحنا شايفين تركيا دلوقتي متأسدة قوي، متسيدة في العراق وسوريا وشرق البحر المتوسط وليبيا، وعاملة مجهود كبير، فمش معقول نهمش دورها. هي بقت فاعل كبير قوي في الشرق الأوسط، مش هامسيه. الحاجة الثانية، كنت حضرتك بتقول إن إحنا مش بنتكلم على المستقبل، بنشوف كل دولة عربية بتقول رؤية 2030، دي مش رؤية مستقبلية ولا دي حاجة مختلف. الحاجة الأخيرة، إن إحنا فاكرين الزيارة التاريخية بتاعت حضرتك مع وزير الحربية في الوقت ده، المشير السيسي لروسيا، ومقابلة مقابلة جامدة كانت مع بوتين، فهل دي كانت مؤشر تغيير استراتيجي لمعاملتنا مع روسيا ولا دي اتناسب؟ وشكرا. شكرا لك أستاذ جورجس من واشنطن، ونختم هذه الندوة الطيبة مع الأستاذ نبيل فهمي بما عنده من تعليق على ما سمعوا الآن من تعليقات، وتكون ختام لهذه الندوة. تفضل أستاذ نبيل. أولا أنا عايز أضم صوتي أن أنا بشكرك أستاذ الصبح على هذه المناسبة، وأنا سعيد الحقيقة بالاشتراك معكم فيها. بإيجاز شديد، أنا مؤمن تماما بأنه لا نستطيع تحريك الانتخابات الأمريكية كعرب، إنما لا نتحمل تجاهلها. ومن ثم الانتخابات الأمريكية تتأثر بالظروف الداخلية، فإذا كنا عايزين نؤثر في الوضع السياسي الأمريكي، يجب نحط تصور كيفية إيه أفضل أسلوب لمشاركة المواطنين العرب الأمريكيين من أصل عربي في السياسة الأمريكية، وننظر 20 سنة قدام. اللوبي الإسرائيلي في أمريكا ما نجحش بطرح قضية إسرائيل، ده نجح بأنه بدأ يمول مرشحين في محليات أمريكية بعيدا عن الشؤون الخارجية، بتوفير المال، بتوفير الدعم، بتوفير الأصوات، أصوات الناخبين. فالعمل التأثير على الوضع السياسي الأمريكي الداخلي له عمل داخلي في أمريكا. الانتخابات لن تؤثر على وضع السياسي العربي بشكل مباشر، إنما مع الوقت ممكن يخلق رصيد لا يؤيد الوضع العربي أو يؤيده. وهنا على سبيل المثال، رغم اختلاف وجهة نظر بايدن عن ترامب، اللي ضاع وقت ترامب فلسطينياً لا يحاول بايدن استعادته. فإذا لا، الانتخابات بتؤثر على موقفنا، وعلينا نحن نتحرك في جميع الأحوال. سئلت إزاي نصل إلى 30-30-30؟ مفيش وصول سريع إلى ذلك، إنما جزء منه اعتماد الذاتي. ولو بعدنا حتى عن السياسة، وضع بتاع كوفيد-19 وعدم تداول السلع وحتى الأدوية مؤشر واضح إن
لابد يكون لدي رصيد استراتيجي، لا يعني هذا مخزون، إنما رصيد بمعنى قدرة إن أنا أعالج نسبة كبيرة من أزماتي أو احتياجاتي داخلية. مش حازم نفسي عن العالم، إنما لازم يكون عندي مكون ذاتي. طيب أنا عايز أتعاون مع قضايا المياه في الشرق الأوسط، مش هتعاون مع البرازيل، إن لازم أتعاون مع الدول الشرق الأوسطية في المقام الأول العربية، لأنها تعاني من نفس المشكلة ما تعاني منه مصر فيما يتعلق بالمياه مع أثيوبيا، تعاني منه العراق وسوريا بالنسبة لتركيا. لا، في ساحة شرق أوسطية ومش كلها عربية على فكرة، في بعض الأحيان يجب يكون التعامل مع الأطراف غير العربية، إنما ساحة الحركة أفضل بكثير أنما يكون عندك مكون وطني ومكون إقليمي، ثم بقى تدخل فيها العنصر الثالث اللي هو الدولي. أنا بهمش إطلاقا الدور التركي، أنا معجب بالدور التركي رغم انحرافه لسياساته، معجب بالدور التركي رغم انحرافه لسياساته. تركيا رغم كل مشاكلها وفشل سياساتها، انتقلت من مرحلة الدعاء بالناس لسياساتها لا خلاف مع جار، إلى وجود خلافات مع كافة جيرانها، إلى أنها النهاردة الطرف الأساسي في أي حوار دولي عن أي حاجة في المنطقة. شيء غريب جدا. إنما ليه؟ لأنه بيتحرك ذاتيا، تحرك في موضوع أوكراني، تحرك في موضوع سوري، مش كله إيجابي، إنما تحرك في الخليج، تحرك في البحر الأحمر، عنده قواعد في الصومال، بيتحرك وأصبح طرف. فأنا ما بقللش من دوره، رغم أنه في رأيي أنا أنه في سياسات فيها تجاوز قانوني واضح. إشارة إلى أنه ليه أنا بقول ما فيش نظر إلى المستقبل، طب ما هو في دول بتتكلم عن نظرة 2030، ما هذا بالضبط المشكلة. 2030 ده كان امبارح، إحنا النهاردة في 2022. لما أتكلم أنا من 5 سنين فاتوا في 2015 على 2030، أنا عشان أغير الوضع الديموغرافي في مجتمع عندي، ده في حد ذاته يحتاج ل 20 سنة عشان أخلق منظومة اقتصادية جديدة، 15 سنة. إذا ما بنتكلم على التصور القادم، لا، بتكلم على 25 و50 سنة قدام. مش معنى هذا إن هتطبقه بالورق أو القلم، إنما أضيف لك نقطة إضافية. أنا مش بتكلم على نظرة وطنية فقط، لا، أنا عايز النهاردة تصور مصري وإماراتي وسعودي وجزائري ومغربي وسوري وإلى آخره. أنتوا كلكم شايفين الشرق الأوسط يجب يكون شكله إيه في 2050، وعشان نوصل لذلك كل واحد فيكم عشان نوصل لذلك مفروض نعمل إيه. وحنجد إنه هتلاقي كثير من الحديث عن التكامل الاقتصادي، حديث عن التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقات البديلة، حديث عن حل مشاكل الماء، حديث عن المنظومة الأمنية في الشرق الأوسط. إذا كان أمريكا منسحبة عسكريا أو لا توفر الغطاء الأمني التقليدي، والصين وروسيا ما حدش فيهم على استعداد أن يوفر غطاء مماثل، إذن أنا هوفر الأمن النفسي إزاي؟ بمعادلة موازنة مختلفة عن المعادلة القديمة اللي فيها اعتماد على دولة كبرى. في إشارة إلى زيارة اللي قمت بها مع وقتها المشير السيسي كان وزير الدفاع لروسيا، وزورنا بوت ما كانش مؤثر. يعني الحقيقة ده أنا بشكرك على هذه الإشارة، لأنه بعد ثورة 2013 كان من الواضح أنه في شد وجذب جامد بيننا في مصر وبين الدول الغربية التقليدية، بين في أمريكا شد وجذب، إنما ما فيش قطيع. في حين ولا روسيا ولا الصين كانوا
داخلين في نفس المعادلة. أنا شخصياً رحت أمريكا وقلت الأمريكان، وقلت هذا الكلام على فكرة، على فكرة أربعة أيام بعد تعييني وزير في مؤتمر صحفي في مصر، إن أساس الخارجية المصرية في المستقبل أكون عدم اعتماد على الغير أكثر من اللازم، وضمان دائماً أن يكون عندي خيارات متعددة. لما رحت أمريكا فسؤلت أنت ليه بس بتقعد تقول خيارات متعددة وعلاقات مع روسيا والصين، تبقى شنو هو الواقع؟ أنا مش عايز أبدل روسيا، أبدلك أنت بروسيا، أنا عايز يكون عندي علاقات معاك أنت ومع روسيا ومع الصين حماية لمصر. ولما نقف على رجلي وقادر أن أتحرك، أنت نفسك هتعتمد عليه أكتر. والدليل على ذلك كان إيه؟ في حرب 73، وأيضا حتى تحرير الكويت. تحرير الكويت أنت اعتمدت عليه ليه؟ لأن أنا أخذت موقف مبدئي إنه احتلال أرض طرف آخر شيء مرفوض أيا كان. لما جم بعد كده يخشوا العراق، وقفنا ضد دخول العراق، وإحنا مع بوتين كانش تحول بمعنى هنروح روسيا بدل أمريكا، إنما لا، كانت حركة مقصودة ومدروسة ومنهجة إنه هنفتح مع جهات مختلفة، وقللنا التركيز على إن ده بدل ده، لأنه ما كانش، ده كان ده كلام سطحي. إنما أتذكر إنه اللي دعا للزيارة أصلا الروس مش إحنا. أول لما لقوا إنه مصر بدأت تستقر داخليا، الزيارة دي بدأت لو أنا مش غلطان في فبراير، فبراير 14، وقبليها على طول كان جي لافروف وزير خارجية وزير الدفاع الروسي مصر. إذن هم جم في المعادلة بتاعت 2+2، مصر أولا بناء على دعوتهم على مبادرتهم، ثم دعونا إن احنا نروح لهم. ليه؟ انت اصبحت انتوا النهارده طرف فاعل. وانا كنت زرت روسيا قبل ذلك لوحدي، حبيت من الشرق ابن القامي الروسي، قعد معايا ساعتين ونص. بصراحه الراجل عارف كل هضبه في الشرق الاوسط، مش كل جبل، كل هضبه بالاسم ومين ساكن فيها، حاجه كانت حاجه خد. انما في اخر الحديث قال لي احنا دلوقتي مرتاحين، انتم مقدرين ان قدامكم تحديات، فاهمين التحدي شكله ايه، وعندكم تصور عايزين تعالجوه ازاي. طالما عندك تقدير للموقف وتصور هنشتغل معاكم. لغايه الزياره دي احنا كنا لسه مش عارفين انتم شايفين ان الامور هتمر ازاي. انا طولت في القصه دي لسبب، يا جماعه حتى اليوم مع الانكماش الامريكي والانكماش الروسي ايضا، ومع حدود التوسع الصيني المتوقع، لازم اتعامل مع الكل، لازم انمي العلاقه مع الكل. العنصر الوحيد بيحكمني المصلحه الوطنيه، انما عشان ما يبقاش ننظر الأمور بالشكل ما يسمى الترامبيزم، علاقات بين الدول ما هيش صفقة تجارية. أنا في النهاية بعمل علاقة على أساس مصلحة الدولة، مش لحظة صفقة تجارية لحظية. ولو أنا تجاوزت في المبدأ اليوم هيجي يؤثر فيا مستقبلا. ولما الدولة الكبرى تتجاوز في مبادئها اليوم، ثم تيجي تطلبني بعد هذا بالتمسك بهذه المبادئ، أقول لها لا. أنا بضرب المثال ده ليه؟ طلب مننا كما ذكرت إن إحنا نؤيد الأمريكان في دخول العراق، نقول لا. دخول أرض دولة أخرى ليس من
شيء مقبول في المعادلة المصرية. نحن دولة متوسطة، العمود الفقري الأمن القومي في النهاية هو قانون الدولة مش توازن قوة. فصديق مش صديق مش هنأيدك في ذلك. ليه؟ لأن أنا النهاردة ما أقدرش. النهاردة الغزو الأمريكي للعراق أمريكيا بيحسب على أنه فشل كبير. طب أنا لو كنت أيدتهم في ذلك لأنه نعرف أنهم هينتصر كي يبقى أنا جزء من الفاشل. لازم دايما أراعي أنه العلاقات بين الدول علاقات أوسع وأطول. وآخر مثال، لما الروس دخلوا في أوكرانيا أخيرا، أنا عارف الخلفية اللي بين الغرب وروسيا قبل ذلك في أوكرانيا، والإشارة اللي ذكرت منذ لحظات عن لقاء المرشد السيسي وأنا مع بوتين. في اللقاء ده بوتين قال لنا أنا هستعيد احترامي عند الغرب. في 2014 قبل ما يخش الكريمية قال لنا كده. مع هذا عندما دخل في السنة اللي فاتت أنا طلعت بيان في مصر إن أنا بدين التدخل الروسي في أوكرانيا، إن لا يمكن أقبل أيا كان المبرر حياز الأرض بالقوة، استيلاء الأرض بالقوة. ليه؟ لأن هقبلها هنا لازم أقبلها إسرائيليا فلسطينيا، هقبلها بقى إيرانيا تجاه بعض المناطق الحدودية في الخليج إلى آخره. فطلعت بيان بدين الخطوة الروسية، وبعديها طلعت بيان آخر قلت رغم إدانتي لهذه الخطوة. فالمشكلة ليست في الحالة الأوكرانية، المشكلة إن النظام الدولي المقام أسسه خاطئة ولم تعد مجدية وتتسق مع الوضع الدولي، وإنتوا أخليتوا بكل معايير النظام الدولي والقانون الدولي وخلافه. فلازم نراعي هذا الكلام، العلاقات بين الدول علاقة ممتدة. أرجو أن أكون مطولتش عليكم أكثر من اللازم، وأنا بشكركم على حسن استماعكم وصبركم معايا، وأتمنى لكم إن شاء الله كده عام سعيد في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل فهمي على وجودك معنا اليوم، ونأمل إن شاء الله أنك أيضا تسمح ظروفك أن تكرر هذا الأمر وأن تكون معنا إن شاء الله في ندوات قادمة. وفعلا هي تمنيات للجميع بسنة طيبة. نحن الأسبوع القادم ستكون فيه الندوة الختامية لهذا العام، يعني يوم الجمعة 16 ديسمبر الذي يسبق قبل يومين يعني من ذكرى تأسيس مركز الحوار الذي تأسس عام 94 في 18 ديسمبر. لكن للمصادفة يعني 18 ديسمبر سيكون أيضا هو يوم اللغة العربية في الأمم المتحدة، سيكون يوم 18 ديسمبر ختام المونديال على حسب معلوماتي أيضا، وهو يعني سيكون نهاية أو عشية عطلة عيد الميلاد ورأس السنة. فستكون يعني الندوة القادمة ختام لندوات هذا العام، وأيضا موضوعها متصل بما كنت أشير إليه، يعني موضوعها حيكون تحت عنوان كيف يمكن تطبيق عمليا شعار العروبة تجمعنا وفلسطين توحدنا. هذه يعني خلاصة تجربة مركز الحوار في المسألتين، وهي أيضا خلاصة ما لمسناه في المونديال و تأثيرات العربية وتجاه القضية الفلسطينية، وهو واقع حال يعني أنه العروبة تجمعنا وفلسطين توحدنا. لكن كيف يمكن تطبيق هذا الشعار عمليا من أوساط وأشخاص ومؤسسات على مستوى عام وليس فقط خاص في بلد محدد؟ أمل إن شاء الله أن تكونوا معنا يوم الجمعة القادم، وأيضا يوم الاثنين مساء كما هو يعرف الجميع في أمريكا الشمالية نقيم سهرة ومسية ساعة حوار كل اثنين الساعة 8 مساء توقيت واشنطن. ستكون أيضا يوم يعني يوم الاثنين ستكون هذه الأمسية ختام أيضا لهذه الأمسيات أيام الاثنين. فمن إن شاء الله الأسبوع القادم من أنتم في أمريكا الشمالية ترغبون بمشاركة بسهرة الحوار
يوم الاثنين الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن، وأن تكون معنا من أنتم في المنطقة العربية أو في أمريكا أو في أي مكان، أن تكونوا معنا يوم الجمعة 16 ديسمبر في نفس التوقيت لندوة اليوم. وكما تمنى لكم الأستاذ نبيل فهمي عاما طيبا وعطلة سعيدة، أتمنى طبعا لكم جميعا هذا الأمر، لكم ولي كل من تحبون. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم ونلتقي في العام القادم على خير. شكرا جزيلا لك يا أستاذ نبيل، إلى اللقاء إن شاء الله. شكرا.